أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في علم الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام الباب الذي نقراه في هذه الحلقه من كتاب الكافي الشريف تحت عنوان باب ما اعطي الائمه عليهم السلام من اسم الله الاعظم الله سبحانه وتعالى له اسماء كثيره ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقد مر في كتاب التوحيد أن هذه الأسماء خلقها الله سبحانه وتعالى لأن الاسم غير المسمى وإنما خلق هذه الأسماء لحاجة الخلق إليها لأن الناس لا يتمكنون من أن يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بأسمائه فجعل تلك الأسماء وسائل بينه وبين الناس. ولذلك نقرأ في سورة الحمد وفي بدايات كل السور إلا سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أستعين باسم الله أو أبتدئ باسم الله. هذا الاسم الذي جعله الله سبحانه وتعالى واسطة بيننا وبينه. أسماء الله الحسنى على قسمين قسم منها أسماء علمها الله سبحانه وتعالى للجميع، يعني من أراد أن يطلع على هذه الأسماء فهذه الأسماء موجودة في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة، طبعا أسماء الله توقيفية. كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب التوحيد فلا يجوز للانسان ان يخترع اسما لله سبحانه وتعالى حتى اذا وصف الله بذلك يعني في سوره الواقعه الله سبحانه وتعالى يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نحن الزارعون الله ذكر انه يزرع، لكن هل يجوز لنا ان نقول لله يا زارع؟ كلا، لانه لم يرد في القران ولا في الروايات هذا الوصف لله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال صنف من اسماء الله الله بينها للجميع، فمن شاء ان يطلع عليها عليه ان يراجع القران والروايات فيطلع على هذه الاسماء الحسنى. الصنف الثاني من الاسماء ما يعبر عنها بالاسماء العظمى الاسم الاعظم هذه الاسماء الله سبحانه وتعالى جعلها وسيله للولايه التكوينيه وللتاثير في الكون يعني اذا انسان استعمل هذه الكلمات، هذه الاسماء، وأراد أي شيء من الأمور التكوينية، الله سبحانه وتعالى يستجيب له فوراً، حتى إذا كانت تلك الأمور أمور خارقة للعادة، ولأن هذه الأسماء لها هذا التأثير العظيم، الولاية التكوينية، الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا على تلك الأسماء إلا من أراد من أنبيائه وأوصياء الأنبياء فأطلعهم على بعض هذه الأسماء الأحاديث تدل سواء أحاديث هذا الباب أو أحاديث أخرى في أبواب أخرى أن الاسم الأعظم ثلاثة وسبعين حرفا يعني ثلاثة وسبعين اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى هي الأسماء العظمى كل اسم منها اسم أعظم هذه الأسماء الله سبحانه وتعالى أعطاها لبعض الأنبياء مثلا عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى اعطاه حرفين من هذه الحروف الثلاثة والسبعين. فعيسى كان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذين الحرفين فكان يحيي الموتى. هذه ولاية تكوينية. أمر خارق للعادة، معجزة، لا يتمكن أحد من إحياء ميت. لكن عيسى كان يتمكن من ذلك. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى علمه حرفين من الاسم الأعظم فكان يذكر هذين الاسمين ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحيي الميت، فالميت كان يحيى، لذا عيسى دائما عندما يذكر معاجزه يقول بإذن الله، كان يبرئ الأكمه بهذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأكمه هو الأعمى بالولاده. بلمسة يد كان يبرئه. الابرص بلمسة يد كان يبرئه. وكان عنده علم بالمغيبات، وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. من علم الغيب كان لعيسى عليه الصلاة والسلام هذا العلم عبر هذين الحرفين، يعني كان يدعو الله سبحانه وتعالى بهما فالله سبحانه وتعالى يكشف له من علم الغيب ما شاء كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجن فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول آدم عليه السلام حسب هذه الرواية الله سبحانه وتعالى علمه خمسة وعشرين حرفا من الأسماء العظمى إبراهيم ثمانية أحرف من هذه الحروف. مثلا نوح خمسة عشر حرفا ورسول الله محمد صلى الله عليه واله، الله سبحانه وتعالى علمه اثنين وسبعين حرفا من الأسماء العظمى هي هو الاسم الأعظم ثلاثة وسبعين حرفا علم رسوله محمدا اثنين وسبعين يبقى واحد من الأسماء هذه استأثر بها لنفسه الله سبحانه وتعالى لم يعلم أحدا ذلك الاسم حتى الرسول محمد صلى الله عليه وآله لم يعلمه ذلك لا شك أن إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أفضل من آدم فكيف آدم يعرف خمسة, خمسة وعشرين حرفا من الأسماء العظمى وعيسى يعرف حرفين إبراهيم يعرف ثمانية أحرف وهكذا الجواب على ذلك أن أفضلية الأنبياء من أولي العزم على آدم ثابت لأن الله سبحانه وتعالى يقول واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل لكن بالنسبة إلى آدم يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة آدم ترك الأولى وبعض هؤلاء الأنبياء لم يتركوا الأولى كما تركه آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله فلماذا يعلم من الحروف أكثر مما يعلمون؟ قيل وعلى سبيل الاحتمال انه هذه الاسماء لعل اثارها تختلف يعني مو كل اسم له كل الاثر الله سبحانه وتعالى عدد هذه الاسماء وجعل لها اثار مختلفه فلعل الحرفين اللذين علمهما عيسى على نبينا وآله وعليهم عليه الصلاة والسلام لعل هذين الحرفين أهم من الخمسة وعشرين حرفا التي علمها آدم فلعل معاجز عيسى ترتبطان بهذين الاسمين أما بالنسبة إلى آدم أمور أخرى كانت ترتبط به وتلك الأمور كانت تحتاج إلى خمسة وعشرين اسما ولعل الأقل يكون أفضل من الأكثر كما أن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض كذلك لعل أسماءه الحسنى بعضها بعضها أفضل من بعض ولعل ذلك الأقل هو أفضل من ذلك الأكثر زين. هذا بالنسبة إلى سؤال انه كيف علم ادم اكثر مما علمه الانبياء من اولي العزم سوى الرسول محمد حيث علمه 72 حرفا من 73. السؤال الثاني لماذا الله سبحانه وتعالى استاثر باسم من الاسامي لنفسه فلم يعلمه احدا؟ وما الفائده من خلق ذلك الاسم؟ بحيث لا يعلمه احد. الجواب على ذلك ليس الفائده في خلق شيء مجرد العلم به. الان القوانين التي تحكم في هذا الكون كثيره جدا وعلماء الفلك والفيزياء وعلماء الطبيعه يجهلون كثيرا من هذه القوانين. وباستمرار بتطور العلم يكتشفون بعض هذه القوانين ويتطور العلم زين الان هذه الكره الارضيه هذه السماوات مليارات السنوات الله سبحانه وتعالى خلقها كما يقولون او يحدثون تقريبا عمر هذا العالم 15 مليار سنه زين هذه القوانين أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هسه احنا نجهل هذه القوانين. علماء الطبيعة يجهلون كثيرا من هذه القوانين، هذا ليس معناه أنه هذه القوانين لا فائدة فيها. نظام الكون مرتبط بهذه القوانين، علمنا أم لم؟ أم لم نعلم. وهكذا بالنسبة الى الاسم الاعظم الذي استاثر الله سبحانه وتعالى علمه لنفسه، لعل هذا الاسم له اثار كثيره جدا، وله اثار كثيره، وليس من فوائد خلق هذا الاسم مجرد ان يعلم به اولياء الله سبحانه وتعالى، حتى اذا لا يعلمون به، يؤثر اثره. وقد ذكرنا في كتاب التوحيد نقلا عن العلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب مراه العقول انه لعل هذا الاسم الذي استاثر الله سبحانه وتعالى علمه لنفسه هو الاسم الذي يكشف عن ذاته سبحانه وتعالى ولا احد من المخلوقين يمكنه ان يحيط بذات الله سبحانه وتعالى علما لأن الله سبحانه وتعالى غير متناهي والإنسان مهما أوتي من عظمة كالأنبياء بالنتيجة مخلوقون محدودون لا يمكن للمحدود أن يحيط باللا محدود علما فلعل ذلك الاسم يكشف عن كنه ذات الله وحيث أن البشر لا يستطيعون من معرفة كنه ذات الله سبحانه وتعالى فليست لهم الامكانية لمعرفة ذلك الاسم. ولعل ذلك الاسم له تأثير كبير في مجال التكوين ولعله هو الاسم الذي يشير الله سبحانه وتعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال هذا السؤال الثاني. فليس خلق هذه الاسامي لمجرد ان يعلم بها احد، حتى اذا احد هذه الاسامي او احدى هذه الاسامي لا يعلم بها اي احد، هذا ليس معناه انها خلقت عبثا والعياذ بالله، لان الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يعبث. هذه الاسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى لانبيائه اسميا ثمانية أسامي خمسة وعشرين اسم اثنين وسبعين اسم حسب اختلاف الأنبياء الله سبحانه وتعالى جميع هذه الأسامي التي علمها محمدا صلى الله عليه وآله رسوله أمر بتعليمه عليا عليه السلام أمير المؤمنين ومنه إلى الأئمة فالأئمة يعلمون كل هذه الأسامي الاثنين والسبعين التي علمها الله سبحانه وتعالى رسوله ومن الرسول انتقلت الى الائمه عليهم الصلاه والسلام زين سؤال اخر الرسول صلى الله عليه واله الانبياء الائمه لهم الولايه التكوينيه فلماذا مقابل اعدائهم لم يستفيدوا من هذه الولايه الا في موارد نادره الجواب على ذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا دار امتحان فامهل العصاة وامر انبياءه ان يسيروا في الطرق الطبيعية. الله سبحانه وتعالى هو القادر المطلق لكنه لا يقضي على العصاة بمجرد عصيانهم وكفرهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الحكمه اقتضت امهال هؤلاء. واملي لهم ان كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اذا الله سبحانه وتعالى هو القادر المطلق ومع ذلك حكمته اقتضت ان يمهل الكفار والمنافقين والعصاه ولا ياخذهم فورا. كذلك حينما علم هذه الاسماء الى انبيائه والى اوصياء الانبياء واعطاهم الولايه التكوينيه على اختلاف درجاتها. هؤلاء يسيرون ضمن حكمه الله سبحانه وتعالى، ولا يستفيدون من هذه القدره بشكل دائم الا في حالات استثنائيه. حالات استثنائيه جدا. اذا تشوف مثلا النبي موسى عليه الصلاة والسلام للتبليغ لإثبات أنه صادق من قبل الله سبحانه وتعالى أراهم معجزتين ثم تسع معجزات ولم يستفد من, هذين من هاتين المعجزتين للقضاء على فرعون وآله إلا حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقضي عليهم ففلق بالعصا البحر فلما توسط آل فرعون البحر الله سبحانه وتعالى ألقى الماء على الماء فأغرق آل فرعون الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقضي على فرعون وآل فرعون وهم في مصر بدون حاجة إلى الخروج وأن يمكن موسى وبني إسرائيل من حكم مصر من دون أن يخرجوا من مصر يذهبوا إلى سيناء في التيه أربعين سنة ثم بعد ذلك إلى فلسطين الله قادر لكن حكمته اقتضت ان يكون ان تكون الدنيا دار امتحان والامتحان يقتضي الامهال وجعل طرق طبيعيه من سار في تلك الطرق يصل الى النتيجه سواء كان على حق او على باطل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وتلك الايام نداولها بين الناس. زين. الله سبحانه وتعالى أعطى حرفا من الاسم الأعظم يعني واحد من الثلاثة وسبعين أعطاه لآصف ابن برخيا وصي سليمان عندما سليمان كان في فلسطين وبلقيس ملكة سبأ في اليمن بين اليمن وفلسطين الاف الكيلومترات سليمان عليه السلام اراد لأهل سبأ ان يسلموا بأفضل الطرق فأراد ان يريهم معجزه الانبياء هكذا دابهم جاءوا لهدايه الناس زين من اين نعلم انه صادق عن طريق المعجزة. بلقيس جاءت إلى سليمان مع جماعتها. من يقول أن سليمان نبي من قبل الله سبحانه وتعالى. وليس مجرد ملك. الذي يدل على نبوته المعجزة. فأراد أن يريها معجزة. زين شنو هاي المعجزة؟ أن يأتي عرشها.. من اليمن الى فلسطين لذا سليمان قال لهم ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك سليمان ما كان يريد هذا لانه العفريت من الجن خلال سويعات ياتي بالعرش لكن هذا ضمن الدائرة الطبيعية لأن العفريت من الجن له قوة وهذه القوة لأن الجن جسم أجسام لطيفة الله سبحانه وتعالى أقدر بعضهم بشكل طبيعي فإذا يجيب عرشها خلال سويعات هذا يكون ضمن دائرة الحركة الطبيعية سليمان كان يريد أن تكون هناك حركة إعجازية لا حركة طبيعية وبعد ذلك كان يريد أن يري بني إسرائيل وأهل مملكته فضل وصيه آصف بن برخيا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده علم من الكتاب شنو هذا العلم من الكتاب؟ هذه الرواية تقول الإسم الأعظم حرف واحد من الإسم الأعظم قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك اما بمعنى قبل ان تغلق جفنك وتفتحه او قبل ان ترد عينك يعني عينك تنظر الى مكان ثم تردها الى المكان الذي امامك يعني خلال اقل من ثانيه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده خلاص غمض عينه فتحها شاف العرش موجود أمامه أو حرك عينه من اليمنى أو اليسرى إلى أمامه فرأى العرش أمامه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يعني اصف بن برخيا جعله الله وصيا لسليمان وهذا من فضل الله على سليمان ان يكون وصيه هكذا له علم من الكتاب حرف واحد من الاسم الاعظم بذلك الحرف يتمكن من نقل عرش بلقيس بالطريقه الاعجازيه من اليمن الى فلسطين زين كيفيه هذا النقل نحن لا نعرفه لأنه إحنا نألف على المادة القوانين المادية بعض هذه القوانين لحد الآن العلم اكتشفها وأكثر هذه القوانين لا زالت مجهولة فلذا إحنا نقيس الأمور بمقياس مادي الإعجاز خارج عن المقياس الطبيعي خارق للعادة والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل القوانين الطبيعية. وهو جعل القوانين الغيبية أيضا. وجعل للقوانين الغيبية هيمنة على القوانين الطبيعية. اذا الله سبحانه وتعالى الذي جعل القوانين الطبيعية يتمكن من تغييرها. مو مثلنا محكومين بالقوانين الطبيعية، احنا الآن محكومين بالقوانين الطبيعية. الجاذبية أنت محكوم بها. جسمك من لحم ودم محكوم بان هذا الجسم من اللحم والدم اذا اصابته النار يحترق. احنا محكومين بالقوانين الطبيعيه. لكن الله سبحانه وتعالى مو محكوم بالقوانين الطبيعيه، هو الحاكم فيها، لانه هو الذي جعل تلك القوانين. لذا اذا يغيرها يتمكن، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لذا القوانين في يوم القيامه تتغير. القانون الطبيعي اذا الانسان القي في النار بجسمه وعظمه ولحمه يحترق يموت لكن في يوم القيامه نفس هذا الجسم نفس هذا العظم نفس هذا اللحم بلا قادرين على ان نسوي بنانه لان المعاد جسماني يلقى هذا الجسم والعياذ بالله الكفار يلقون في نار جهنم ونارها اعظم من نار الدنيا وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الانسان محكوم في هذه الدنيا بالقوانين الطبيعية، لذلك يهرم ويموت. حس الطب يتطور كذا، يزيد في عمر الانسان سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات مثلا. لكن بالنتيجة يوصل إلى مرحلة الطب ما يتمكن من فعل شيء. هذا قانون طبيعي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا نعم هناك استثناء نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى أبقاه حيا في قومه تسعمية وخمسين عاما وما بعد الطوفان أيضا بقي سنوات طويلة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن أكثر من ألف سنة وهو حي الخضر عليه السلام الآن أكثر من ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف سنة وهو حي هذه حالات استثنائية بالطريقة الإعجازية لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى يغير القانون نفس الناس بهذه الأجسام لأن المعاد جسماني خالدون سواء أهل الجنة أم أهل النار لان هذه القوانين جعلها الله سبحانه وتعالى بحكمته فيغيرها بحكمته. هسه في هذه الدنيا قد يغيرها بالاعجاز في حالات استثنائيه، النار تحرق لكن نار ابراهيم كانت بردا وسلاما مثلا. الماء جسم سيال لكن بعصا موسى عليه الصلاه والسلام كان كل فرق كالطود العظيم مثل الجبال مثل الحجر واقف صار طريق بينها هذه حالات استثنائيه لكن في الاخره القوانين تتبدل كما قرأنا الآيه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار زين الان كيف تمكن عاصف بن برخيا خلال ثواء أقل من ثانية عشر الثانية ينقل عرقش بالقيس من سبا إلى فلسطين آلاف الكيلومترات هذه طريقة إعجازية هسه كيف تحققت هسه إحنا عرفنا لو ما عرفنا مو مهم بعد أن نعلم بصدق القرآن ونعلم بصدق الرسول محمد صلى الله عليه وآله والعقل يدلنا على أن المعاجز ثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك إذا سمعنا بمعجزة أن عيسى أحيا الأموات ما نعرف كيفية الإحياء مو مهم أن نعرف إحنا حتى الأمور الطبيعية هم ما نعرفها واحد يدخله في غرفة عمليات يجرون له عملية كاد أن يموت فتراه بعد العملية إنسان سالم حي يمارس اموره بشكل طبيعي ويعيش الى سنوات، هسه احنا يمكن كثير منا لا نعرف الموازين الطبيه، ما ندري انه ماذا يجرى في غرفه العمليات. بس احنا ندري ان هذا علم موجود. كذلك بالنسبه الى معجزات الانبياء، نعلم بان هذه المعجزات موجوده، هسه كيف لا؟ نعلم مو مهم. هسه البعض ذاكرين انه صار خسف من تحت الارض، يعني الله سبحانه وتعالى مثلا خلال اقل من ثانيه جعل نفق بين عرش بلقيس الى مقام سليمان مثلا او لا وصل الارضين بعضهما ببعض فانتقل العرش من هنا الى هناك ثم ارجع الارضين الى مكانهما خلال اقل من ثانيه يمكن ذلك وباي طريقه اخرى لا يهم لا يهم ان نعرف كيفية ذلك احنا الطايره الان نشوفها تطير بس شلون تطير اذا تسال اكثر الناس لا يعلمون بان هذا يحتاج الى معرفه القوانين الفيزيائيه هسه انت ما تعرف القوانين بس اي طفل يعلم ان الطائر تطير؟ اذا انت تؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الاخر وتصدق الانبياء والرسول والقران وقد ثبت ذلك بالادله العقليه والنقليه وثبتت هذه المعاجز في القران والروايات المعتبره تصدق ذلك هسه كيف أنا أجهل الكيفية لكن جهلي ليس دليلا على عدم وقوع ذلك الشيء هنا الإمام الباقر في الحديث الأول يقول إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين قبل أن يرتد إليك طرفك، ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا، ذاك حرف واحد كان يعرف احنا اثنان وسبعين حرف نعرف، وحرف واحد عند الله سبحانه وتعالى استأثر به في علم الغيب عنده. ثم بعد ذلك يقول الإمام الباقر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنتم لا تصيروا مثل النصارى شافوا معاجز عيسى فألهوه قالوا هو الله والعياذ بالله أو قالوا هو ابن الله والعياذ بالله لا إحنا الأئمة إذا عدنا معاجز فإنما هي بإذن من الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن عيسى بن مريم أعطي حرفين من الإسم الأعظم كان يعمل بهما إحياء الأموات الأبرى الأك... ال... الأكمه الأبرص وما إلى ذلك وأعطي موسى أربعة حروف وأعطي إبراهيم ثمانية حروف وأعطي نوح خمسة عشر حرفا وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفا وإن الله سبحانه وتعالى جمع ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وآله وإن وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطي محمد صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والأوصياء والأئمة وكان هذا طرفا من علوم الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين